وللمزيد من التفاصيل حول عودة أهالي الفلوجة لمناطقهم المحررة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي. أهلا بك سيدي، وبداية أسألك عن الاستعدادات والتحضيرات لعودة الأهالي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة عودة أهالي الفلوجة إلى مدينتهم هذا الهدف الذي نعمل عليه منذ تحرير مدينة الفلوجة قبل حوالي أكثر من شهر، ولحد هذا اليوم بعد التحرير مباشرة بدأت القوات الأمنية بتمشيط المنطقة للبحث عن ما تبقى من جرذان داعش الإرهابي، وأيضا تعمل القوات الأمنية على كشف وإزالة العبوات، ولا زالت تعمل بهذا الموضوع لحد هذه اللحظة. وكحكومة محلية لدينا تنسيق عالي مع قطاعات الجيش وبالتحديد قيادة عمليات غرب بغداد، وهي المسؤولة عن قاطع الفلوجة والجرمة والصقلاوية والنساف والنعيمية. نعم. أما من الجانب الخدمي فلدينا تواصل مع القطاعات الخدمية، الدوائر الخدمية داخل مدينة الفلوجة، حيث باشرت أيضا بمهامها إعادة الخدمات إلى مدينة الفلوجة، كل حسب عمله ابتداء من البلدية وإلى دائرة الماء والمجاري والكهرباء والطرق والجسور والصحة والتربية، هذه الدوائر المهمة الخدمية. وأيضا لدينا تنسيق عالي مع الأمم المتحدة وبرنامج UNDDE في أيضا تخصيص بعض المشاريع المهمة من أجل العمل بها، وفعلا تم اختيار مجمعات مهمة سواء كانت مجمعات مياه أو المستشفى أو الجسور، حيث اختارت الأمم المتحدة بأن تنفذ هذه المشاريع الاستراتيجية خلال الأيام القريبة القادمة. سيد يحيى، من خلال إجابتك يعني نفهم من ردك أن لوجستيا الأمور جاهزة تقريبا. الشق الثاني والشق الإنساني الأهم هو هؤلاء الأهالي وهذه العوائل الموجودة اليوم والعالقة في بغداد وتريد العودة، ولديها إمكانية للعودة ورغبة في العودة إلى بيوتهم، يجبرون على دفع مبالغ مالية للعودة إلى مناطقهم المحررة. مجلس محافظة الأنبار، ماذا فعلتم إزاء هذه التجاوزات الموجودة في جسر بزيبز؟ يعني طبعا أنا أعتقد هذه تجاوزات موجودة، النازح الذي يريد أن ينزح من الأنبار باتجاه بغداد، أما الذي يريد العودة من بغداد إلى الأنبار أعتقد هذا لا توجد هناك إشكالية. والإشكالية الأولى نحن فاتحنا بشكل رسمي وأيضا بشكل شفهي وأيضا من خلال الإعلام قيادة عمليات بغداد بأن هنالك خروقات سجلت من قبل منتسبين يعملون تحت امر قيادة عمليات بغداد وهم المسؤولين على حمايه بزيبز وتنظيم وسيطره دخول وخروج المواطنين. قصصنا لهم وبينا لهم بان هنالك هكذا حالات مع الاسف سلبيه تقوم بابتزاز المواطنين بهذه المبالغ للسماح لهم. سيد يحيى، يبدو أنه انقطع الاتصال مع عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي، كنت معنا عبر الهاتف.